الله يخليك. الله وعيده حققت جهة طنجة رضوان حسيمة قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي بالمملكة، والجهة التي تسجل أعلى نسبة نمو على الصعيد الوطني على مستوى مؤشر التنمية البشرية. ويعود الفرق في هذه الدينامية إلى مجموعة من المشاريع المهيكلة، أبرزها تشييد مرتب بناء طنجة المتوسط، والذي مكن منذ انطلاقه من استقطاب ما يقارب 44 مليار درهم من الاستثمارات في المنصات التي يشرف عليها الميناء. وعرضت هذه الجهه توطين عده مناطق صناعيه ولوجستيكيه في المنطقه اللوجستيكيه ميدهوب لمركب ميناء طنجه المتوسط، ومنطقه خدمات المنشور التي جعلت 80% من رقم معاملاتها وجهه الى التصدير. وفي المجال السياحي تم إحداث عدة مناطق للتهيئة السياحية، نذكر منها منطقة تهيئة سهوة المرتين وتلمود الباي، وكذلك إعادة توظيف الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها لصالح ساكنة تقليد حسيمة، من خلال الحرص على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط حسيمة مناطق متوسط 2015-2019 كبرنامج طموح أنجزه وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد بغلاف مالي يصل إلى حوالي 6 ملايين. بلغ عدد المشاريع التي تم الانتهاء من إنجازها في إطار هذا البرنامج ما مجموعه 44 مشروعا، إلى جانب 340 مشروع في طور الإنجاز، من بينها 114 مشروع فاقت نسبة تقدم الأشغال فيه 60%. القطاعات الخارجية المعنية في تتبع تنفيذ هذا المخطط الذي اعطى انطلاقه صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده بما يضمن تحقيق اهدافه المسطره في الوقت المبرمج له. ان مواصله تاهيل هذه الجهه بما يثمن المكتسبات المحققه وياخذ بعين الاعتبار التحديات والاشكالات التي لا زالت مطروحه، يتطلب كذلك حسن استثمار الاليات الجديده التي اسستها الدوله دعما لورش الجهويه المتقدمه، لا سيما ميثاق لا تمركز اداري الذي انصى اليات تكرس الدور المحوري لوالي الجهه في تحقيق التقائيه البرامج والسياسات العموميه وتتبع تنفيذها بما يضمن نجاعتها وتحقيق الاهداف التنمويه المبرره لاتخاذها. وكذا المنظومه الجديده للمراكز الجهويه للاستثمار التي تحيلنا على استحضار الدور الجوهري للولاة والعمال في تحريك الدينامية الاقتصادية ودعم الاستثمار، مما سيشكل عاملا أساسيا في خلق أجواء اجتماعية إيجابية توفر الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. حضرات السيدات والسادة، من أجل مواكبة هذه المنجزات التنموية على النحو الذي يحقق النتائج المرجوة منها، فإنه يتعين على والي الجهة وعلى عمال العملات والأقاليم التابعة لها وجميع القطاعات المعنية العمل على تطوير الخدمات العمومية للجهة باعتبارها تحديا بالغ الأهمية ورافعا لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية. من هذا المنظور تمر الإدارة المغربية اليوم بمنعطف حاسم يتطلب من القائمين عليها الانخراط في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة سياسات عمومية والأوراش التنموية التي تشهدها بلادنا ولا النهوض بالخدمة العمومية، لا سيما الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية والقطع مع بعض المبررات إلى الإنصات المواطنين عن طريق التواصل معهم واعتماد الحوار البناء كمنهج في تدبير الإشكاليات المطروحة. فالمطلوب تأطير الساكنة المحلية وتطبيق سياسة القرب والبحث عن الحلول من الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية التي قد تطرح داخل أي مجال ترابي معين. هذا الهاجس الأمني يتخذ بعدا أكبر يتعلق الأمر بجهة تشكل الواجهة الشمالية للمملكة تجاه أوروبا وما تواجهه من مخاطر مصدرها بعض المجموعات الإجرامية التي تنشط في مجال التجارة بالبشر والتجارة الدولية للمخدرات والتهريب بمختلف أنواعه، فضلا عن خطر تسلل العناصر الإرهابية المتربصة بأمن بلادنا.
وعليه بالرغم من النجاعه والفعاليه التي اكتسبتها مصالحنا الامنيه تجعلنا فخورين بصوره بلدنا كدوله مستقره وامنه بشهاده شركائنا الدوليين، فانه مع ذلك لا بد من الحفاظ على روح اليقظه والحذر والتعبئه لدى جميع الاجهزه المعنيه بالشان الامني، لانه السبيل الوحيد الكفيل بافشال مخططات اعداء بلادنا. السيد محمد يعقوبي على المجهودات التي بذلها وعلى الكفاءه والتفاني والعمل الجاد والدؤوب الذي ابان عنهم خلال مده توليه المسؤوليه بهذه الجهه. أهنئه على تجديد الثقة السامية بشخصه في جوانب جهة المفترض الحميدرة وعامل على عمل جبهة. أهنئ السيد محمد بهدي الوالي الجديد على الثقة المولوية الغالية. شكرا لك.